جولة جديدة النهاردة عند محل يونيكورن، حاجات قمر قوي واسعار من اول 15 جنيه. تعالوا الاول اوصف لكم العنوان فين. السلام عليكم واهلا بكم بفيديو جديد. احنا النهاردة موجودين في اسكندرية في سيدي بشر بحري. احنا الشارع ده اسمه شارع الحي او شارع مسجد سيدي بشر. لو حضرتك جاية من هنا، جاية من ناحية القطر، هتنزلي كده كأنك رايحة على البحر لغاية ما توصلي. بصوا في حلواني لولو دي اهو، هتعدوا السكة الشارع اللي قصاده هتلاقي بازار مؤمن. هندخل بقى الشارع ده. دخلنا كده الشارع اللي على قمته، بازار مؤمن ومطعم مختار كمان. تعالوا بقى نشوف النهارده المحل اللي هنصوره. النهارده فين؟ عند محل يونيكورن. تمام، هندخل بقى نتفرج ونشوف الحاجات الحلوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك. يونيكورن النهارده زي ما معودنا عامل اسعار حلوه قوي. احنا الحمد لله النهارده مع الظروف اللي بتحصل والغلاوه اللي بيحصل ده، بس احنا الحمد لله عاملين تخفيضات على معظم الشغل، وفي حاجات بتبدا معانا من 15 جنيه تمام. اللي هي المستلزمات بتاعه البيت. نبدا بايه بقى اول حاجه؟ عندي شرابات البيبي. تمام، شرابات البيبي تبدا معانا من 15 جنيه حاجه زي كده، ب 15 15 أيوة. و20 تمام. عندي برضو الحاجات اللي هي الجوانتيات بتاعه البيبي. ادي جوانتيات بتاعت البيبي اهي، ده اللي هو الشتوي القطيفه التقيل، حلو قوي، ب 25 جنيه بس. تمام. كمان الطاقيه القطيفه الجميله دي عامله 22 جنيه. دي باني فاني فاني باني، دي مش فاني، الطاقيه الفاني باني الجميله القطيفه دي ب 22 جنيه بس، حلوه جدا. وفي منها الوان يا بنات كتير. بصوا بقى البافيتا ب 20 جنيه. تمام، الظهر بتاعها مشمع او جلد. أيوة. والوش بتاعها قطن واشكالها جميله قوي، دي ب 20 جنيه. عندنا الحجم في الاكبر، عندي الحجم الاكبر ده بيبقى برده نفس الخامه، عامل 25 جنيه. الطقم ده طقم الدفايه اللي عامل 110 جنيه ومكسر الدنيا. تمام، ده من لغايه سن كام ده؟ ده الرينج بتاعه 6 شهور. تمام، في منه اللون الجراي، عندي اللون الاحمر الجراي، عندي الروز. تمام، عندي اللون الاحمر كمان، الروز بتاعه اهي والاحمر عسل قوي، جميله جدا، وب 110 ب 110 جنيه. طقم الفرو ده ايوه، ده عليه تخفيض، عاملينه 125 جنيه بس. 125 سالوبيت بالطاقيه بتاعته، الخامه بتاعته جميله شتوي، عامله 100 جنيه. ومن الحاجات الحصري بقى السويت باند بتاع بانت التصدير، الخامه بتاعته الجميله القطن اللي بوبره داخليه. تمام، الخامه بتاعته جميله جدا والمقاسات بتاعته معايا لغايه سنتين، ببيعه ب 60 جنيه بس. تمام، اي لون فيهم والاسعار بتاعته على حسب المقاس مش مشكله، لكن نفس السعر اللي هو 60 جنيه. تمام، اللون بتاعته الروز، اللون اللي هو الزيتي، اللون الاحمر واللون الاسود. تمام، جايبين لكم شمع الغيار اللي ب 45 جنيه مكسر الدنيا. تمام، الظهر بتاعه زي ما انتم شايفين على فكره خامه جميله جدا، والالوان بتاعته الولادي والبناتي. ده شكل كمان شمع الغيار عامل 120 جنيه بس الخامه بتاعته جميله جدا هتعجبك قوي. وليه مخده كمان؟ ومعاه المخده بتاعت البيبي. وكمان كل بقى الناس اللي سالتني على المشمع الغيار اللي فيه جيوب للبيبي، بيحط فيه المستلزمات بتاعت البيبي الغيار، والظهر بتاعه بشكل والوش بتاعه شكل تاني، ده عامل كام؟ عامل 150 جنيه. 150 جنيه. شنط المامز بقى. شنطة الأم الخامة العالية جدا، زي بالظبط خامة الكوين. تمام. شوفها مش هعرف أفرقها عنها. نفس التفاصيل، الإيد العريضة، الإيد السوستة اللي بتفتح ده في سوستات كتير. تفتح تجيب الحاجات اللي من جوه الشنطة. طبعا عايز أقول لك من جوه التفاصيل بتاعتها تحفة، سوستة يمين وشمال، الخامة بتاعتها اللي هي فيها الجيوب الحراري. تمام. اللي عايز برضو الأم تحتفظ بالحاجة سخنة. البيبرونة مثلا. البيبرونات. كل ده والخامة بتاعته من جوه. تمام. الشاسيه بتاعها معدن، الإيد بتاعتها ثلاث وضعيات، تتمسك كده أو على الظهر بالإيد العريضة المبطنة، أو بتحط على الكتف نازل معاها الحزام بتاعها. شنطة خامة جميلة جدا. مخدة الرضاعة دي زي ما حضرتك شايفة كده في الصورة، بيتحط على ايد الام. تمام. عشان تريحها او اثناء الرضاعه. في منها كذا لون، وعلى فكره مش منتشره، بس في ناس كتير سالتني عليها. تمام، فاحنا وفرناها بالوان كتير. دول مخدات الرضاعه اللي معاها مخده للبيبي، وبتتحط على وسط الام اثناء الرضاعه، دي بتريح الام جدا، والخامه بتاعتها جميله جدا. في منها نوع كمان فيه سوسته في الجنب بيتفتح وبتغسل عادي، والخامه بتاعتها برده حلوه جدا. تبتدي معانا من كام؟ من 170 جنيه. بورة المجسم بتاع البيبي حاجة مهمة جدا، بيتفتح كده ويحط جواه البيبي، في مكان لراس البيبي ومبطن من جوه. عندي أشكال كتيرة ومصانع محترمة جدا والخامة بتاعتهم حلوة، والسعر عايز أقول لك في الرينج بتاع 300 جنيه مش أكتر من كده، بتاخدي حاجة محترمة قوي ومبطنة. يعني في أكتر من شكل كمان. في أكتر من شكل. تمام. ساتر الرضاعة كل برضه ناس بتسألني عليه، ساتر الرضاعة في عندي الخامة بتخف شوية القطن، في عندي خامة جينز. تمام. سعر 125 جنيه و150 جنيه. حلوة. عندي دي برضو بيبقى فيها ايد كده بتوسع منها، بتوسع على قد الاحتياج وبتقفل تاني. دي خامتها برضو جميله ومعاها الشبكه بتاعتها. بشكير البيبي. حلو قوي. الناس بتسالنا برضو عليه، بشكير خامه ممتازه جدا، خامه بتاعت بيلا بامبينو المستورده،
احنا بنبيع البشكير ب 200 جنيه هو سعره اغلى من كده. تمام. في منه كمان اشكال، في اشكال جدا. كمان بناتي وولادي زي ما انت عايزه. كوفرتا الشتوي بتاعت البيبي حلوه قوي، كانت ممتازه جدا ب 110 بس. اي كوفرتا في دول ب 110؟ دي 110 ومعاها لون تاني زيها. تمام. عندي خامه كده مختلفه شويه عامله 135. تمام. ومعاها برده كبسول لبرسمه بتاع البيبي، وعندي حاجه تانية فرق عامله 175. شيله البيبي دي من لافلي بيبي، حاجه محترمه قوي، الايد بتاعتها عريضه. تمام. وبتريح الام جدا، وفيها كمان حزام للظهر. الخامه بتاعتها الجينز التقيل المبطن من قدام ومبطن من الظهر. الخامه بتاعتها حلوه زي ما قلت لحضرتك، دي عامله 300 جنيه. ايه الصوت الجميل ده؟ سيف البيبي اللي بموسيقى الخامه فايبر العالي ما شاء الله، حاجه محترمه قوي. ايوه. تنزل معاها المخده بتاعت البيبي، ودي لحمايه البيبي من الدبان والناموس والحشرات والتراب وكل حاجه، وبنعمل له ميزك كمان يعني حاجه طبعا مرتاح قوي فيها. دي زي الفل، خامه جميله قوي، وفي منها كمان الوان كتيره. باينه دي بقى الناموسيه التول اللي الناس طلبتها مننا عشان بتتحط على السرير اللي هو الخشب او كده. تمام. خامة حلوه والحجم بتاعها جميل قوي على فكره، حلوه قوي ما شاء الله. وسعرها حلو جدا، دي ب 90 جنيه بس. البطانيه الجميله دي، بطانيه بيبي طبقتين وش وظهر ما شاء الله، فيها رسمه جميله خالص، حلوه قوي بتاعها. دي عامله 300 جنيه بس، وفي منها رسمه كده بناتي وفي رسمه كده اولادي، حلوه قوي. دي بالحزام كمان، بالحزام بتاعها. تمام. كل الدخل بتاع فاني باني هتلاقيه موجود عندي، الخامة بتاعته طبعا الناس عارفاها والناس بتطمن لها، والسعر بتاعنا نفس السعر بتاع المصنع، فبتاخدي كانك بتاخدي من جوه المصنع. دي حاجه اسمها سويت شيرت او الدخل التي شيرت اللي هو الكم مقفول بهارد كور، وفي عندي كمان الخط الملون والابيض، وفي عندي النص كم، وفي عندي الكم، كل حاجه موجوده، النص كم والكم المشجر والابيض، كله بسعر المصنع. طعم السبوع الولادي والبناتي برده حاجه محترمه قوي، والخامه بتاعتهم جميله والالوان جميله. ده في منه اكتر من لون، وده في منه اكتر من موديل. الاسعار بتاعتنا بتبدا من 160 جنيه في الطقم. ده بينزل معاه كمان طاقيه للبيبي مع الشوزه مع السجيري والدخلي. جميل. الفستان برده بينزل معاه طرحه جميله خالص من الظهر، الفستان بتاعه شكله شيك قوي، بينزل معاه الشوزه بتاعته والدخلي بتاعه. جميل. كل ده موجود. طقم المستشفى عندنا موجود، خامه ممتازه جدا القطيفه، عندي اشكال بناتي واولادي. ده بينزل معاه الطاقيه بتاعته القطيفه، وبينزل معاه الكوفيرتا القطيفه. تمام. الخامة بتاعته ممتازة جدا، بيبدا من 250 جنيه. في اشكال تانية كمان. ده بقى طقم مستشفى 9 قطع قطيفة، بينزل معاه بيجامة زيادة وطاقية وبافيتا، اشكاله كتيرة قوي في القطع بتاعته اهي، كل دي موجودة جواه. ومعاه طبعا الكوفيرتا. القطع بتاعته. ومعاه الكوفيرتا بتاعته القطيفة، الطقم كله عامل 400 جنيه، 9 قطع. كل اللي سألنا برضو على اللبس اللي هو الشتوي، السلوبيتات، ادي سلوبيتات الفايبر، سوري المبطنة. الفرو والمبطن اللي هو الووتر بروف. تمام. كله بالوانه موجود، في حاجات كده اشكال ديزنيات حلوه قوي في كده، كل ده الشغل اللي هو البام. تمام. كل ده بصي هتلاقي من جوه كده مبطن ازاي. والخامه بتاعته جميله جدا، كل ده موجود عندنا، وبيبدا من 250 جنيه. حلوه قوي. مات دي تلبسها من اول مواليد لغايه سنه، الخامه بتاعته البنطلون البيكا والخامه بتاعته اللي هي الميلتون الجميله جدا دي، بتبدا معانا من 120 جنيه لغايه 160 جنيه. بناتي كده تحفه قوي، ما شاء الله عسل قوي، بتاعه البارز كده اشكال جميله قوي، جميله ما شاء الله. انا عايز اقول لك وجميله جدا، هتلاقي عندنا كمان الشغل التلات قطع ده للاولاد تلبسه معانا لغايه سنه ونص، بيبقى فيه جاكيت وفيه سويت شيرت والبنطلون، طقم كامل بيبقى خروج، ممكن يمشي خروج ممكن يمشي بيت، بيبقى جميل جدا. دي اشكال برده من السلوبيتات القطيفه، حاجه تحفه جدا، وعاملين عليها عرض بدل 260 جنيه بنبيعها دلوقتي ب 230 بس. 230 ثلاثة. دول بقى العسل بتاعهم نفس الكلام، عليه عرض برضه البناتي ب 230، 230 وبس البناتي كمان. كمان كل موديلات فاني باني. ايوه. السلوكتات الجميله خالص، العسل ده، الاشكال بتاعت الاولادي والبناتي سيبوه كمان، سعر المصنع كل ده بسعر المصنع، زي العسل كل ده بسعر المصنع. تمام. ودي دفايات، دي الدفايه البناتي ناعمه جدا الهايدي، عايز اقول لك الخامه بتاعتها جميله قوي، 125 جنيه. 125 جنيه. 125 جنيه بالوانها. عسل قوي. اطقم خروج بقى. فساتين بناتي جميله خالص، عندي مقاسات لغايه سنتين. الفستان بيجي كده بالخامه الثقيله بتاعته، بينزل بلونين، ده ليه كمان درجه ثانيه. يعني دي درجه وفي درجه البني كده. الخامه بتاعته عايز اقول لك تحفه، عسل قوي ما شاء الله. 250 جنيه سعره يا بنات، 250 جنيه. في كمان بصي ده بقى، ده راجل صغير. ده جميل قوي، خامه قطيفه، حاجه محترمه جدا، 230 جنيه زي الفل. بيجامات سيمبا، دي بيجامه ميلتون
تقيلة حلوة جدا. تمام. ب 150 جنيه اي بيجامة. المقاسات بتاعتها متاحة لغاية 6 سنين. لحد مقاس 6 سنين. طيب الالوان ايه؟ الالوان الاخضر. عندي اللون الازرق. تمام. عندي اللون الاصفر. ثلاث الوان بالثلاث مقاسات او الخمس مقاسات اللي هو لغاية 6 سنين. تمام. هنلاقي برضو حاجات كده فن. هنلاقي طقم ثلاث قطع البناتي، هنلاقي الجواكت، هنلاقي باقي اشكال السلوبيتات. طبعا في اشكال كتير قوي. هنلاقي الحاجات الخريفي اللي سألني على الخريفي برضو موجود ولادي وبناتي. تمام. هنلاقي في اشكال للسلوبيتات مختلفة. حلو. فاهماني حاجات كتيرة قوي، والبيجامات برضو والاشكال بتاعتها موجودة. كل اشكال اللكاليك دي لولادي والبناتي بنبيعها ب 60 جنيه بس. تمام. وعندي شوزات كمان اولادي وبناتي باشكال كتيرة جدا. تمام. طواقي. بصوا بقى الطواقي دي ب 30 جنيه. برضو في الوان كتيره اشكال. على فكره في حاجات كتير كمان ما طلعتش. بافيتات دي برضو، بافيتات حلوه خالص. بافيتات دي برضو باشكالها تحفه. كل ده موجود عندنا. دي ايه بقى؟ دي لعبه دي ولا ايه؟ دي حاجه اسمها بيبي ووكر. ايوه. بتبقى للاثناء البيبي لما بيجي يقف او بيبتدي يتعلم المشي. تمام. فيها ميوزك وفيها حاجات تعليميه بتشجعه، فيها عجل كمان بتشجعه. اه حاجه محترمه قوي قوي وسعرها جميل جدا. تمام. كل برده الناس اللي عايزه الادوات بتاعه البيبي اللي عندي الشكاليل. أوه. هتلاقي الكوبايه دي اللي هي ما بتتقلبش. جميله قوي وسعرها حلو قوي. ده الكوبايه دي بكام؟ ده الكوبايه دي ب 45 جنيه. تمام. وعندي الشكاليل، عندي اطقم العنايه بالوانها. أيوة. عندي الطواقي القطن، عندي الاطباق، عندي الكوبايه الشاليمو. أوه. هتلاقي فيه اللي هي تنظيف اللثه بتاعه البيبي. تمام. باشكالها. هتلاقي فيه طقم القصافه والمقص، كل الادوات اللي هي خاصه بالبيبي. دي برده دي جميله قوي. دي بتاعت الفاكهه بتاعت البيبي عضاده. تمام. فيها الفاكهه بتاعت البيبي وهو وهي تتعصر جوه يعني يستفيد بالايه؟ بالفواكه بتاعتها. تمام. دي قطره الدواء. عندي فرشه البيبرونه، تنظيف البيبرونه. عندي كده عضادات اشكال، عضادات اشكال جميله قوي اللي هي الحبو بتاعت البيبي عشان الركبه. دي الركبه بتاعت البيبي. بتحافظ على الركبه. بالظبط. تمام. ده دي ايه؟ كاب شاور اللي عشان البيبي الصابون ما يدخلش او الشامبو في عينيه. جميله قوي برده بالوانها. تمام. في كمان بقى قسم كده خاص باللعب، لعب البنات ولعب الولاد، الحاجات مثلا زي ماكينه الخياطه، زي الكاتل، حاجات حلوه، والغسالات كمان، وطبعا العرايس، كل الحاجات اللي تتخيليها هتلاقيها هنا. استاذه هنا دي بتاعت السرير بتاع البيبي، الالعاب. تمام. وفي الباونسر الهزاز المستورد. حلو قوي. الباونسر الهزاز المستورد، ودي العاب اللي هي السرير بتاعت البيبي. زي الفل. تمام. بالنسبه بقى لمواعيد العمل، شغالين طول الاسبوع ان شاء الله. طبعا اجازتنا بتبقى يوم الاحد. كل يوم من الساعه كام للساعه كام؟ من الساعه 1 الظهر لغايه الساعه 11 بالليل. في شحن؟ في شحن لاي مكان جوه اسكندريه وبره اسكندريه، كل المحافظات. تمام.